مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير عليكم ويوم جديد وحلقة جديدة من برنامج البداية. النهاردة في بدايتنا يمكن هنتكلم عن موضوع مهم جدا، اتكلمنا عنه كتير، الرياضة. الرياضة مهمة لناس كتيرة جدا جدا، لكل الفئات العمرية، من أول الأطفال الصغيرين لغاية الشيوخ الكبار. وحتى لو انت كبرت في السن ما تقولش أنا كبرت مش هينفع أن أنا ألعب رياضة، لا بينفع. ولكن الرياضة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة هي رياضة بتداعب الروح، رياضة لما بتعملها مش بتكون عضلات ولكن بتكون عضلات في روحك. عضلات في روحي ازاي بقى؟ الرياضة دي هي اليوجا. عضلات في روحك يعني تخلي روحك دايما متفائلة، تخلي روحك دايما بتصدر الطاقة الإيجابية، تبقى دايما بتبتعد وبتنفر من الطاقة السلبية. الموضوع ما بيجيش في ان انت يوجا زي ما بنشوفها، اتفرج على فيديو كده نص ساعة ولا حاجة واجي اعمل زيه، لا هي بتيجي بالممارسة. اجهزة الجسم الداخلية بتستفيد منها جدا جدا جدا، بتبقى الذهن صافي، التفكير بيبقى افضل. مش هتصدقوا، للسيدات طبعا او الشابات هيبقى بيهمهم جدا النقطة دي، ان بشرتهم بتتحسن جدا، النمو شعرهم، حاجات كتيرة جدا بقى لو قعدنا نعمل عدد وحصر للحاجات اللي بتقدمها اليوجا، الافادة اللي بتقدمها لجسم الانسان هتبقى كتيرة جدا جدا. طبعا لو حبينا ان احنا نتكلم عن اليوجا، عارفين ان في طبعا في جان فلود، وهو بيعرف اليوجا بان هي بتشير الى طريقه فنيه او ضوابط محدده من التصوف والزهد والتامل، مما يرمي الى خبره روحيه وفهم عميق جدا او بصيره في الخبرات. طبعا هي نظام للروح والجسد والعقل مع بعض، الثلاثه مع بعض. وطبعا هي نشات في الهند من حوالي 5000 سنة، بعد كده انتقلت إلى الغرب، وده كان تقريبا في القرن 19. عايزين نتكلم أكتر عن الموضوع ده، نشوف الرياضة دي انتشرت إزاي في الهند، ارتباطها ليه كان بالهند بس دون الدول الباقية. حاجات كتيرة جدا عايزين نسألها. هيبقى موضوعنا النهاردة عن الطاقة واليوجا وكيفية ممارسة هذه الرياضة. هيكون معنا مجموعة من الضيوف هيكلمونا عن هذا الموضوع. خلونا مع بعض دلوقتي ننتقل لأول جزء في حلقتنا النهاردة، وهو فيديو اليوم. فيديو اليوم بتاعنا النهاردة فيديو ظريف جدا، يعني الأطفال أحباب الله، ويمكن الطفل اللي هيبقى موجود معنا النهاردة في فيديو اليوم ظريف جدا جدا، نفسه يحقق حلمه في الرياضة بتاعته بأن هو يكسر لوح الخشب ده. طفل ياباني طبعا، في لوح خشب عايز يكسره، كل ما يجي يكسره يعمل حركات يعني طفولية بريئة جدا جدا، وهتتفرجوا على الفيديو هتستمتعوا بيه. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو، نرجع لكم مرة تانية. مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية علشان نبدأ اليوم بتاعنا في بدايتنا. النهاردة اعتقد انها ممكن تكون بداية جديدة لكل واحد، ممكن ياخد القرار ان هو يلعب رياضة اليوجا بعد حلقتنا النهاردة. واعتقد ان احنا لو عملنا ده كده نستفيد بشكل او باخر، وجسمنا يستفيد، وهتفيد ناس كتيرة جدا ما بتحبش الحركة كتير وبتكره ان هي تمارس الرياضة علشان خاطر موضوع المجهود وكده. خلينا نتعرف النهاردة على ضيوفي اللي موجودين معايا بارات سينج، دكتور بارات سينج، مدرب اليوجا بالمركز الثقافي الهندي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا. أهلا بيك. ومعايا كمان ماري مراد سامي، طبعا ماري متدربة عند دكتور بارات، وطبعا هتقوم بالترجمة معنا النهاردة لدكتور بارات. وأول حاجة حابين ان احنا نسألها النهاردة لدكتور بارات، ان نشأة اليوجا أو فن يوجا، اللي يتقال عليه فن واللي يتقال عليه ان هو نشأة اليوجا، جت منين وبدأت ازاي؟ Can you give us some idea about the origins of yoga? Where did it start? Whether it is an art or a science? It is very difficult to say that when is yoga aroused and when this culture is florizing, but everybody know that yoga is a heritage of ancient of India. Not only India, people are confused, this is Hindu, this is not Hindu,
just like scientists discover the mostly Christian discover the physics, chemistry and other natural science, just yoga is science of life, and this is discovered by the Indians. الحقيقة من الصعب ان احنا نحدد بالظبط امتى بدأت اليوجا. هي بدأت من الصعب ان احنا نقول انها رياضة خاصة بالفكر الهندي بس. اليوجا هي علم الحياة وهي اللي بدأت تكتشف او بدأ العلم بيها يبدأ في منطقة الهند. بالظبط اللي اكتشفها الهنود, ويمكن في خلط, يمكن زي ما دكتور بارات بيقول ان كان في خلط, الناس كلها فاكرة ان هي نشأت بالهند, ولكن هي فعلا علم حياة زي ما انت قلت كده, ولكن هي اللي اكتشفها الهنود, صح كده؟ تمام تمام. طيب تاني حاجة برضو عايزين نتكلم عنها. اوكي. This culture began since the civilization, when this first rage of civilization coming. So this is the gift of nature for us, that you play yoga and maintain your health mentally and physically. This is the gift of nature for us. اليوجا بدأت مع بداية الحضارة, since the beginning of human بداية الحضارة الإنسانية. وهي تعتبر هدية الطبيعة للبني آدم. والهنود من بدء الحضارة الهندية قاموا على دراسة وتقديم المعرفة, بتاعت اليوجا دي, معرفة الأولية دي هم بدأوا يقدموها للحضارات الحالية. تمام. طيب ليه ارتبطت اليوجا بدولة الهند؟ Why is yoga associated with India? Because you know very well that Egypt and India is very old civilization, Europe and America is very new. So this culture flourishing before 10,000 year ago or more than 10,000 year ago, that time no civilization, no America, no Europe, no other countries or continents. So we discover some secret of life, also Egypt discover some secret of life. If we saw the pyramid is really people are don't know about the pyramid architecture or why they built the pyramid, but my personal view, pyramid is really for the higher status of meditation. So when Indian and Egyptian culture is flourished on the peak, they don't discover the science, they don't discover the equipment, they discover the how can we live pleasantly, equally and freedom. So that time this culture is flourishing and they discover the secret of life. لأن الحضارة الهندية زي بالضبط الحضارة المصرية حضارات قديمة جدا, ونشأت قبل كمان ما يكون في حضارات في أوروبا أو في أمريكا أو في مناطق تانية, وبالتالي اللي هم اكتشفوه اللي هي أسرار الحياة ارتبطت بيهم. فزي ما اليوجا ارتبطت بالهند, زي كده ما في أسرار كتيرة للحياة موجودة في مصر. هو اتكلم بالتفصيل عن الهرم وبيقول انه الحضارات القديمة زي الحضارة المصرية ما كانتش بتكتشف بس مجرد العلوم او الفيزياء او الكيمياء, لكن كانت بتركز على الحياة بتاعت البني آدم. وبيقول مثلا انه الهرم هو وسيلة للصعود بالوعي لمستويات اعلى, وهو بيدي يعني منح للإنسانية هدية وأسرار, هي أسرار الحياة مش مجرد أسرار, مش مجرد علوم فيزياء أو كيمياء. تمام. احنا طبعا معانا دلوقتي تقرير عن اليوجا ورياضة اليوجا, نتعرف أكتر من خلاله على رياضة اليوجا, ونرجع نكمل حلقتنا معاكم النهاردة في برنامجنا برنامج البداية. Thank you.
هايل جدا جدا. ممتازين. تفضلوا. يمكن after some time. يمكن طبعا بشكر جدا الضيوف او المتدربين اللي قدموا لنا طبعا الفقره. ويعني حابه برضو ان انا اتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي ايه هو مدى قدره اللعبه يعني على وجه المساعده على التغلب، ان الواحد يقدر ان هو يتغلب على الالم والضغوط النفسيه والعصبيه. She's asking how yoga can support to overcome stress and physical pain. Basically, if we are detect the cause of stress and pain, this is better, because due to ego, unacceptance or due to unhumbleness, inequality, we suffering from the stress. Also we workplace and overburden society and so many type other causes, but main cause is ego, do not acceptance. So by the yoga we learn how can we accept absolutely, how can we remove our ego. If we are egoless, we have power of total or absolute acceptance. Automatically we are not generate the stress, anxiety and tension and depression. So by the yoga we learn how can we live without tension, without stress, without anxiety. الحين بيقول من المهم ان احنا نتعامل مع الاسباب اللي بتؤدي للضغط او اللي بتؤدي للمرض، والاسباب الحقيقيه لده هو مش بس ضغوط العمل وضغوط المجتمع وضغوط الشغل، لكن كمان ان الواحد شخصيته بتضغط وساعات الايجو بتاعه بيفخمه شويه، او يبقى مش قادر يقبل الظروف اللي حواليه، او مش قادر يقبل الوضع اللي حواليه، هو ده اللي بيسبب له الضغط وبيسبب له المرض اللي بنشوفه. فاليوجا بتساعد الشخص ان هو يتعلم يقبل ده، يتعلم يبقى اكثر تواضعا واكثر قبولا، وبالتالي بيقدر ان هو يتغلب على الاسباب اللي بتؤدي لده، وبيقدر يعيش حياه ما فيهاش قلق وما فيهاش ضغط، وكل الحاجات العاديه ما بتقدرش انها تاثر عليه وتؤدي للمرض. تمام. In yoga, lot of technique, thousands of technique to remove stress, anxiety, depression and tension by the natural process. Also yoga taught us how can we keep fit by the naturally, without drugs, without medications. في اليوجا آلاف التقنيات اللي ممكن تساعد الشخص ان هو يتخلص من الضغط ويتخلص من المرض، ويتخلص كمان من الاكتئاب ومن مشاكل تانية كتيرة بشكل طبيعي جدا، من غير اي ادويه او اي عقاقير او اي تدخلات خارجيه. بشكل طبيعي جدا ممكن البني ادم مش بس يتخلص من الضغط، لكن كمان يبقى شادد كده وجسمه كويس. تمام. اظن فكرتها وضحت من اللي احنا عرفناه من دكتور بارات، ولكن هل هي اصبحت علم بيدرس في المدارس والجامعات؟ Is yoga now a science that is being taught in schools and university? In India, yoga is way of life. We have several of school, governmental or non-governmental. We have several of university. So this is the department. Yoga established in India like a department, like a physics, like a chemistry, like a art, like a political science. So yoga is science of life. Mostly university have the curriculum of yoga, and we Indians start playing yoga since childhood. اليوجا اكتر من كده، اليوجا في الهند طريقه حياه، وبيبتدوا الاطفال في الهند يمارسوا اليوجا من هم صغيرين خالص. لكن في نفس الوقت لانها علم للحياه، فكمان موجود اقسام في جامعات كتيره متخصصه في دراسه اليوجا، بالظبط زي دراسه الطب او دراسه الفيزياء او دراسه البيولوجي.
تمام. طيب انا يمكن شفت المجموعه اللي كانت بتأدي قدامنا الرياضه، ولكن لاحظت الاختلاف احجامها، فهل في شروط معينه للي حابب ان هو يلعب يوجا؟ في شروط معينه لازم يكون موجوده، صفات موجوده في جسمه؟ Are there certain restrictions or rules for someone who is able to play yoga? I want to add one thing before the reply of this question, that government now give the facility for the yoga player if anybody have any certificate to participate, winning gold medalist, silver or winner certificate, they give him job without yani other opportunity. They fix the special quota for yoga sports. If anybody have winning certificate in the any championship or competition, government provide them job. هو كان بيقول قبل النقطة دي انه الحكومة والدولة الهندية بتشجع جدا اليوجا بالضبط زي بقية الرياضات التانية ما ممكن تكون بتتشجع، فأي واحد بيفوز في بطولة يوجا ياخد مثلا جائزة ذهبية او جائزة فضية او يكون من الأوائل في مسابقات اليوجا بيضمن فورا فرصة عمل ايا كان التخصص بتاعه، فان هو يكون متفوق في اليوجا ده بيديله فرصة عمل بداخل الإدارة الهندية. تمام. طيب الشروط اللي واجب توفرها في I want to reply of the second part of the question that really yoga means discipline. Yoga, second name of yoga is discipline. So be playing yoga as a discipline, as a manner, be not breaking the rules. According the yoga rules, we don't go beyond of that. We are totally playing yoga. We learn how can be disciplined, how can we follow the rules, so we can adjust with the society, with the family, with the work, with the job, everywhere. So by the yoga we learn a very good discipline for the surviving life in the internal or external, with the family, society and other places. احد الحاجات التانية اللي خاصة باليوجا او الاسامي اللي تدعى بيها اليوجا هو الالتزام. فاليوجا طول الوقت بتتكلم عن الالتزام، ان الواحد ما يخرقش القواعد الطبيعية اللي في الحياة. وبالتالي الانسان اللي بيتعلم الالتزام بيقدر يكون ملتزم في كل مناحي الحياة، في داخل البيت، في داخل الجامعة او في المدرسة او في شغله او في الشارع، فبالتالي بتفرق مع المجتمع كله مش بس مع الشخص، فهي اداة او علم كمان بيحفز ويشجع على الالتزام. تمام. سؤال regarding the restrictions or who is allowed to play yoga. There is no restriction, only you maintain the discipline, anybody is playing yoga. There is no age foundation, no gender foundation, yoga for all of us. This is the gift of nature for us. اليوجا هدية من الطبيعة للبني آدم، فما فيش أي حاجة تمنع أي شخص من أي خلفية، من أي سن، راجل أو ست، كبير أو صغير، في أي ظرف صحي إن هو يمارس رياضة اليوجا. تمام. طيب احنا ممكن نشوف عرض ثاني، هنطلع احنا بقى وهم يجوا يورونا عرض ثاني. اتفضلوا. Thank you.
حركات بسيطة يعني تبدو ان هي بسيطة، ولكن هي مش بسيطة ابدا، لان احنا شايفين يمكن دكتور بارات وهو بيدي التعليمات والوصفات البسيطة عشان يعملوا الحركة بشكل سليم، مظبوط كده؟ يعني طبعا متدربة مع الدكتور بارات فعارفة ان الحاجات دي مش سهلة ابدا. احكي لنا طيب عن تجربتك كده، ان انت وانت بتتدربي دكتور بارات وتلميحاته الخاصة ليكي. الحقيقة دكتور بارات يعني بيراعي، بيحاول يزق كل متدرب حسب ظروفه حسب حالته الصحية، بحيث ان هو يجيب يدي كل شخص افضل ما يمكن انه يطلع منه من اليوجا. يعني احنا لما ابتدينا ما كانش في حد فينا بيقدر ان هو يعمل الحاجات دي الحقيقة، لكن بتوجيهاته وان هو عارف بالضبط يقدر يدفع كل شخص، كل واحد حسب جسمه حسب ظروفه وصحته وسنه، بيقدر ان هو يزقه يعني للمكان يطلع منه أفضل حاجة عنده في اليوجا. وقد كده كانت بتفرق معايا، أنا بنخرج من التدريب في حالة أفضل بكتير جدا مما دخلنا الحقيقة كل مرة. طيب أنا كنت عايز أسألك على حاجة، إحنا يمكن اللي إحنا شفناه دلوقتي الحركات اللي إحنا شفناها والوضعيات اللي إحنا شفناها دي، كتير من الناس فاكرة إن اليوجا أو رياضة اليوجا هو إن أنت تقعد بالساعات على وضعية معينة زي اللي إحنا بنشوفها في الأفلام، ولكن الحقيقة بقى اللي إحنا بنشوفها، هل فعلا المدة الزمنية كده ولا هو عشان وقت التصوير هم بيورونا كذا وضعية؟ She's saying that sometimes we see in movies that poses are being held for a long time. People just sit down and they do yoga pose for a very long time. So now that the poses that we have seen here, are they done speedy because of the program or this is how they should be? This is a different yoga. She's confusing yoga and meditation. Yoga have several sort of aspects, so many type of yoga. This is not a limited. Yani we have unlimited program, so many type of yoga, like vinyasa, ashtanga, power, hatha, vikram, iyengar. So every branch have own rules. Some are dynamic, some are holding process, some are holding 1 hour or 2 hour in one position. So that called be meditation, very constant situation or condition of the meditation. So meditation is part of yoga also. So it is depend on the yani subject, on the branch we are playing, which branch we are doing which thing. So it is depend on the branches or on the aspect of yoga. Which aspect of yoga we are demonstrating or playing or performing. في افرع كتيره جدا من اليوجا واصناف ملهاش عدد، منها الهاتا والفينياسا والباور يوجا، في اصناف كتيره جدا، في حاجات منها دايناميك وسريعه اسرع كمان من اللي احنا شفناها، وفي حاجات بتبقى هاديه جدا يعني الواحد ياخد وضعيه واحده وممكن يقعد فيها ساعه او اتنين. دي اللي بتبقى افضل للتامل. بالظبط كده، دي اللي هي بتدخل تحت التامل. فهو التامل نوع من انواع اليوجا، وكل نوع ليه الظروف بتاعته والاشتراطات بتاعته والسرعه بتاعته حسب احنا بدين بنعمل انهي فرع من فروع. طب خلينا This is the demonstration or performance of group yoga. ده اللي احنا بنسميه جروب يوجا. تمام. العرض اللي احنا شفناه. طيب خليني اتكلم، طالما احنا بنشوف الجروب يوجا اللي هو بيتسم بالحركة السريعة،
خلينا يعني دكتور باراتي يكلمنا عن اليوجا اللي فيها تأمل، هل بيبقى مطلوب من الواحد ان هو ثابت في وضعية واحدة فاذا ما بيحركش حاجة، ولكن بيبقى الحركة بقى في العقل بيفكر في ايه، بيبقى المطلوب منه ان هو يسرح ويفكر في ايه؟ She's asking now about meditation yoga. So someone is sitting down, is not moving any muscle, but what is actually going on inside their mind? Basically, by the meditation, we are going beyond of mind. We are transcendent of mind. Yani, we getting the condition of thoughtlessness, egolessness, timelessness. There are several of technique, some technique lay down in the savasana or cropsey pose. Some technique is guided meditation. Some technique is sit down in any easy one pose long duration. And some other different type of techniques. But all technique have the same aim, one aim, that how can be transcendent of mind, go beyond of mind, and how can be connect with the nature, how can be remove our ego, desire, expectation, need and hopes. How can we mix with the nature or with the Almighty, that call we absolute freedom, salvation and eternal peace. اليوجا بتاعت التأمل في منها أشكال كتيرة جدا، إنما هي هدفها في النهاية كلها هدفها واحد، إن إحنا نتخطى العقل ونوصل لمستوى من اللا أفكار والهدوء الكامل، نبقى بنقدر فينا نتحد مع الطبيعة اللي حوالينا، ما ننشغلش بقى بالحاجات اللي ورانا أو زي ما قال يبقى في سلام ما بيننا وما بين العالم اللي حوالينا كله في كل حاجة موجودة. بالظبط كده، وده من خلال أصناف مختلفة، أشكال مختلفة من أنواع اليوجا بتاعت التأمل. يعني ممكن الوضعية الشهيرة بالظبط يبقى نايم على الأرض ومرتاح خالص، أو قاعد في وضع مريح جدا، أو في أوضاع أصعب شوية، فكل نوع منها حسب نوع التدريب ده، بس في الآخر كله بيوصل لنفس الهدف ده في الآخر، اللي هو يتخطى العقل ويتخطى الزمن ويتخطى المشاغل الحياتية بتاعتي. How can we transform our energy from negative to positive side? All yoga technique taught us or we learn from the yoga technique, how can we find the eternal peace, how can we go inner journey, how can we withdraw our senses, how can we transfer our energy from negative to positive. وفي النهاية الهدف من كل أصناف اليوجا دي هو إن إحنا نحول الطاقة بتاعتنا من طاقة سلبية لطاقة إيجابية، إزاي إن إحنا نعمل زي رحلة، هو بيقول رحلة داخلنا للوصول للسلام، السلام الداخلي والسلام الكامل اللي إحنا يعني بنستخدم اليوجا كوسيلة للوصول ليه. تمام، طب خليني أعرف برضو من دكتور بارات إزاي الواحد يبقى شخصية مصدرة للطاقة الإيجابية؟ How can one person be an export of good energy, positive energy? When we are in the deeper status of meditation, automatically our body waves, body hormone, blood chemicals change from negative to positive side, and when we generate a positive energy surrounded us, this positive energy is spread automatically from single person to other person. This positive energy healing our surroundings. لما الواحد بيخش في التأمل ويبقى هو نفسه بيتحول، بتبتدي هو من البداية هو طاقته وجسمه حتى الهرمونات بتاعته بتبتدي تفرز طاقة إيجابية، والطاقة الإيجابية دي بتكون مش بس جواه لكن كمان في المحيط اللي حواليه، فبتبقى بالظبط كده. أنا هقول دي يعني هي بالظبط معدية
بالظبط زي ما احنا ممكن نعدي بعض في حاجات بأمراض، احنا كمان بنعدي اللي حوالينا بالطاقة الإيجابية. زي الابتسامة، لو انا ابتسمت فهنشر الابتسامة غصب عن الناس اللي حواليا هيبتسم. بالضبط. طيب خليني اسألك برضو سؤال تاني توجيه لدكتور بارات، عايز اعرف هي الى اي مدى انتشرت لعبة اليوجا في العالم وليه؟ How far is yoga spread throughout the world and why do you think that is that case? Now yoga is quite popular across the world and yoga is famous around the world, and if you saw some data about the America, now 80 million people is playing yoga daily only in America. So now yoga is very quite popular, and all medical scientists say that yoga healing us, curing us, prevent us by the natural form, no need of taking pills and medications, no need to going hospital, play yoga and keep fit and well-being with the mentally and physically. وبيقول الحقيقة اليوجا انتشرت جدا في العالم كله، وده رقم بس بدولة واحدة اللي هي أمريكا، فيها 80 مليون شخص بيمارس اليوجا يوميا. ودلوقتي في الأكاديميات الطبية وفي المعرفة العلمية بيعتبروا أن اليوجا هي وسيلة طبيعية تماما عشان الواحد يخف من الأمراض ويخف من الضغط النفسي. ويقولوا يعني اللي بيمارس اليوجا بشكل دائم مش محتاج لعلاج ولا دكاترة ولا مستشفيات، كفاية بس أنه هو يعني يكون بيمارس اليوجا. تمام. طيب خلينا يعني نسأل برضو، هل هو دكتور بارات شايف أن هي انتشرت بشكل كافي في مصر؟ Do you think yoga is widespread enough in Egypt? I think this is very satisfactory for me. I go everywhere in Egypt, every city, every university, every culture place, and this is yani good awareness about the yoga. We go everywhere, every city, every university, schools, clubs, culture place, and cyclers, health societies. So I think we did a good job here, and this job is satisfactory, and we need the help of local people, so we can do more effort to popularizing yoga and natural health. هو بيقول المنطقة اللي احنا فيها دلوقتي يعني جيدة، لانه اليوجا دلوقتي من خلال دكتور بارات بيقدر بيروح بيدرس يوجا في مدارس وفي جامعات وفي اماكن بره القاهرة، نوادي صحية في أسوان، في اسكندرية، اسماعيلية، بورسعيد، بني سويف. Next trip in the لوكسر اور الرحله الجايه لاقصر واسوان. ماي ستودنت نو ذا نيم سوهاج. فهي يعني بدات يعني انتشرت في مصر وفي وعي بيها معقول جدا، لكن هو شايف انه لا، احنا محتاجين كمان انه المصريين بقى يتبنوها وان هم يبداوا ينشروها اكتر واكتر كمان. طيب يعني خليني اعرف برضو من دكتور بارات، هل كل حركه وليها المدلول بتاعها لكل شخص؟ يعني كل شخصيه بيبقى لها، في شخصيه مرحه، في شخصيه، هل في كل حركه تتناسب مع الشخصيه؟ Is there a specific pose for a specific personality, such as a fun person would be going with specific poses versus a more serious person, etc.? We have discrimination according to personality, according to person. Yani if anybody have got pregnancy, we have a special yoga for them. If anybody suffering from the stress, obesity, joint pain, we have a special package for them. If anybody have healthy body, we have other higher status form of yoga for them. Also, we divide yoga as a beginner, intermediate, and advanced level. So we have package for everyone. One can choose their own suitable poses, your own suitable package, and perform it.
وبيقول انه كل شخص وكل مجموعه من الاشخاص وليهم فعلا انواع مختلفه من اليوجا، يعني في يوجا للمبتدئين ويوجا للمتوسطي الكفاءه ويوجا للناس اللي صحتها كويسه، يوجا للحوامل، يوجا للاطفال، يوجا للناس مثلا عندها الام مفاصل. فكل شخص له مجموعه الحركات اللي بتناسب شخصيته وظروفه. تمام، انا بجد كنت مبسوطه جدا بمناقشه موضوع حلقتنا النهارده وهو الطاقه واليوجا وكيفيه ممارسه هذه الرياضه. ويمكن احنا شفنا مجموعه من الحركات اللي ادوها معانا مجموعه من الشباب. وخليني نختم النهارده بمجموعه برضو من الحركات اللي يعني حركات اليوجا الجميله اللي البنات هيقدموها لنا دلوقتي. خليني اختم معاكم النهارده حلقتنا من برنامجنا برنامج البدايه، وان شاء الله اشوفكم في الحلقات القادمه، والى اللقاء. تفضل.